وخا غالي علينا العلف تنضربو مع الوقت ونحلبو نص نبيعوه نص نخليه للدراري تنحلبو ونحطوه يبرد يديروه في الفريكو تا يبرد تا العشية عاد تنديروه في سطليرو منين المخضوط انين خصني نديروه في الفريكو يبرد ما يبقاش الا بقى راه غيخسر الزبده تنديروها نيت في الثلاجه ولا في الفريكو تتقعد في كوك نيت لا جا هكا اللي بغى جوج يطرو بغى ثلاثه يطرو تيدي خمسه يطرو عارفين الناس تيجيوني شان عندي من المدينه دابا اللبان والزبده مطلوبه في الوقت مطلوبه خصنا غنبيعوها وليني ما تنبيعش ونخلي الدراري ممكن بعض الناس كيزيدوا الماء في اللبان وتيغشوا يعني هذوك راه غشوا غير راسهم حنا ما تنغشوش باش تنحلبوا تنديروا في الفيديو ما نزيدوا نقطد الماء لا في اللبن ولا في الحليب زينا ما زينا تكرا تيجيو من المدينه يديو مني اللبن. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma